والد أصغر معتقل إداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي لا يعرف عن حال ابنه شيئا في سجن الدامون. بلغ سليمان قطش 17 داخل المعتقل، لا تهمة لديه وملفه سري. عائلته حرمت من زيارته ومن حضور محاكماته. احنا كأهل أهل سليمان ممنوعين من حضور المحكمة، بصفة انه قال يقولوا انه المحكمة سرية، ممنوع من الاتصال بسليمان، هو يتصل فينا نهائيا، اتصل بس مرة واحدة من 6 شهور. احنا هاي الشهر السادس سليمان دخل في وهو موجود في المعتقل الإداري في سجون الاحتلال، ما شفناه نهائيا، ولم يصدر إلا تصريح لزيارة سليمان المعتقل في سجن الدامون. مخيم الجلزون نقطة مواجهة مع مستوطنة بيت إيل. قوات الاحتلال تقف لأطفال المخيم بالمرصاد، تعتقلهم وتنكل بهم. الطفل حسين زيد اعتقل وحكم بالسجن 22 شهرا، أمضى نصفها، ومع أزمة فيروس كورونا منعت عائلته من زيارته. بحكي لك شعور يعني لا يوصف، بس إنه ما فيش في إيد إشي. فقدناه في العيد، فقدناه لما يطلع يشتري أواعي، فقدت لما يحلق بكي روعة الخمسة، أي إشي. في المعتقلات يقبع 194 طفلا أسيرا موزعون على سجون عوفر ومجد والدامون. تفيد المؤسسات الحقوقية أن إدارة السجون تحتجزهم في ظروف لا تتوفر فيها أدنى الشروط، وفوق هذا تفرض عقوبات عليهم. 75% من الأطفال الفلسطينيين بتعرضوا للعنف الجسدي، إضافة إلى ذلك يعني سجلنا حالات عنف نفسي ضد الأطفال الفلسطينيين اللي بتتمثل بشكل أساسي في تهديد الأطفال الفلسطينيين، في وضعهم في العزل الانفرادي. الأمم المتحدة عبرت عن قلقها من مواصلة اعتقالهم خلال أزمة كورونا، ودعت للإفراج عنهم بشكل آمن ووقف اعتقالهم. 40 طفلا يقبعون في سجن عوفر من بين 194 آخرين غيبتهم سجون الاحتلال الإسرائيلي عن أحبتهم، غياب يصاحبه قلق لدى عائلاتهم بفعل أزمة فيروس كورونا، وقلق آخر مضاعف بسبب غياب موقف دولي ضاغط للإفراج عنهم. من أمام سجن عوفر غرب رام الله يارا العملة، العربي.